بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في موضع كتشه الماء في جيبتي ايش نجيب اما مرتشاني معنا بسجنجي نوي دهزارو استوياكا روزي شمية درسي هجدهم معنا لمبلي شمي فتح المعين كفرمي باب الهبة، أي مطلقها الشامل للصدقة والهدية أو هبة مطلقي كوا جديدة هم بو صدقة وبو هدية، يعني هدو كان هاد بي أو تلي هبة جوري في الهبة أم بابي إميش هدو كان قريت توا جاء فرمي كناسكي هبة بخشيني عيني كما ديك كدروس ببي فروشي ما شبرا يا قرزيكي تويا قرزيكي زيد لا يا عمرة أزاني عمر نيتي بدات ولا كاكوا قرزة كم فيه بكردي نجات بيد دسيت العمر فلام أو كسي واهبة دبي أهل تبرع به شيت السفيه أمانة نبي هبيش أو تاني ببيع وضبه مني سبته بلم ولا أم كتبي بردس يخوم أدم بتو بيت هباء كم أو مرزيتوش أو عينك يخوب ديب من جاءوا كي هبة أول واقعة بيع بلفظ هبة باش برام كالي بلا عوض بس يوي أو هبيك عوض بي بيع لواقعة جاء هبة إيجابي في بيستوك وهبتوك هذا يان بلا ملكتوكه يان بلا منحتوكه منح لبخشينا ونعن منحة ودبي أويش موهوب له قبول بكا وكو قبلت رضيت بلام دايش أمزري بكناية لا من كتابة نسرع لا يتوتون بالكناية بس لا من نسرع بالكتابة وضعت بالكناية وكو لك هذا كسوت كهذا اشتنبوش بوشيت فارسي جلة هروها وكتون بيع قولي لسربوك بمعاطاة دروسة زيشا ديال مجالك فراون ترى بويا لي بمعاطاتش بلا قولي مختار وداع مزلي هو معناه هشتك عذاب دسيو مثلا عيسى يما كوما بشين خريشين برتقالة خوين دلا مجيب لبيعة برتقالة كدما دسواه شو لازم بلم أما برتقالة بخشين متو بيخو أو تساوي لحالي مو برتقالة خوي من إيش برتقالة في دم الناس أما هبة ما معاطاة تجمي الشيخ لابن أفرمي لشرح المنهاجة جاري واهي صيغة هل بشر نجيلا أما لفظة كده الباري عبد والله مهر حزكا عليه مثلا زيد بعمر عليه هلي اعتق عبدك عني هو وكبري صغيت يضمني اعتق عبدك عني يعني عبدك عزار فلبني من لجي من معناه يواي انا اروان بيني عمر جبقسيك اعتقه وعزادك حتى وان لم يقل مجانا بانج لعبدك اعتق عبدك عني مجانا هل داء مزري مع دم وعزادك وعمر هيتي دزناك من لفظك واتي قلتم كأبي عمر أبي الزيت فاري عبدك بدا بعمر بلا ما نالي لشرحك علينا ولا مجاننا مدير لفظك بوا أو سا يسشتي وانا معه باش برام ما واقينك وتوتي أعطيني يا هبني عبدك لأعتقه يعني كتون كما لو زين ولده الصغير بحلي منعرش شكولي هي زيت يتركتش يا كرة أتش خشلش جوان يعني
يا جل جوان يعني لا بري أكع يفقره من الله لفظي نية إجاب وقبول نية جايب جولي أمدتي فهو مقابض ومقبض هرقويتي هر زيدك أو جليل بري يا أخش ليل بري من الله تشكولك أي كردو بلام أقل بخشي بخيزانك إنا خيزانك إي أبي بلي هي بلي وهبتو كيف بلي قبلتو بو شنك لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين شنك بنسبة من الله تشكولك هو زيد أتواني أو جلبك وملك من عليك وهرخوش تولي طرفينك واتا إجاب قبول الله ولي أمرك قفال وعلى بلام جنكي واني جنكي خاوني كلمة عقلة أم بيبلي ملكتك ملكتك ونعلم ملكتك يشتكي آوة ويبلي قبلت أو بو جنكي قبول لك قفال وعلى كومالك جلفقها برأي قولك قفال ينداوة لكن يعترض بأن كلام الشيخين يخالفه أمان علين كلام الشيخين أن النووي رافعي مخالفهم قصي قفالة حيث اشترط في هبة الأصل تولي الطرفين بإجاب وقبول وقبول أمان علين لهبة أصلا بو فرع وحتى باوق بمنالكي دايق بمنالكي أبي إجاب قبول تيابي بلام كابري خوي بك خوي بلي وأم جلم بخشي بمنالكم وأب بوشم قبول كرت بوشم قبول كرت باش برا أما أنواع عليك أي أقر بلي وهبة ولي غيره يا وهبتي أبي هبتي عطف بوصل في هبتي بلام أقر وليك غير أصل اشتكي بخشي بكسكي تل أن يقبلها الحاكم مثلا يسبلين برايق ولي أمري براكاني خويتي برا أم برايانا قوريه بس أصل نيه بوبن سبت براب سوككي أقل اشتكي كده بري براب سوككي أبي بابا لا حاكم بلا جناب حاكم أم كراسا بخشو براب سوكك أم توبو يخبولك توبو يخبولك أم كم أم دورشتانا براسي بس جان تعاجزي يعني ناشتي وانا قنجي كابلا كراسك يعني خشليك عالتونيكي كريو بو خشكب شكولكي كأم أصلني أم برا قوريتي يا خوش كقوريتي لأنه هل سبسيبه محكمه ولا يحاكمه ولا تقول جنابي حاكم جنابي قاضي أما أعطوني كبخشيه بم خوش كبتكولم توقي خولك يعني ما سواني بنابي أما رأيك وايا ولم آيته بخربت بابي واقع يعني فقهي واقع فقهي واقع بين برشاو أما أقنجه استه يا جنجاو ولا موبر إلا ببين بابي معاطاتك وتواب معاطات رحمته معاطات رحمته أي ما شبنا أو نائبه يا حاكم يا نائب حاكم ونقلوا على عن العبادي عبادي بشدية بلى عن العبادي وأقروه أنه يعني أمقسك يشتاقسك يشتانهاتو نقل لكن هنا عبادي وبريال جان لسرداوة أنه لو غرس أشجارا وقال عند الغرس أغرسها لابني مثلا لم يكن إقرارا بخلاف ما لو قال لعين في يده اشتريتها لابني أو لفلان الأجنبي فإنه إقرار أم مفولان قرارك الدواء عليه أجرتو زي كي خوتا درخت أشان وت أم درختانا أشينم بوكر ركم أما إقرار لي بوي كتو بخشيت بوكر ركم باش برام بلا ما جر مادة كل ده سابو ساعات موبايل كل ده سابو وتو كريم بوكر ركم يا كريم بو زيدي أجنبي أما هيت مشكلة يعني إقرار بوئكة أم مالا داوبة أو يابو أو كريوة باشا برام
واتخ او مكاتب ثابت بيه بو او شخصنا او براو بلام اقروتي هذا لابني او ابنك نابته جعلت هذا او جعلت هذا لابني وتي اما هي كره كما لم يملك او كره نابته مالكي او هنا الا ان قبض له الا ان قبض له باول يخش بوي وربقري بوي شو ماركس اجت وقصك شيخين أبي ما دام أجر بتشوكا بيوار بجري، أجر جوري بيبي بابلاء قاض، باش برام، وضعف السبكي والأذرعي وغيرهما قولا خوارزمي وغيره سبكي وأذرعي صيغة وخوارزمي عن بلاء ضعيفة توجتتي أن إلباس الأب الصغير حريا يملكه أن إلباس الأب الصغيرة أو باورك خش لي بكاته بلي من على تشكولكي يملكه إياه معناه كرتي بموتي وكو قصية كم جارك وثمان خلاف قولي شيخين بو باش برام بيرتا كم جار دسمان بكر بلا جا جماعتك نقل عن كذوة لقفالة وقفال كتبي جهة فتاوى القفال من نيمة نمديوة بس هالباب زام طبع إشكراوة إيسا نقل عن كذولة فتاوي قفالو نفسه نفسي أم نفسه أي نفسي أم فتوى باش برام أنه نعم عن فتاوي قفالي نفسه لخذ قفالة وعفو أنه لو جهز بنته مع أمتعة بلا تمليك يصدق بيمينه في أنه لم يملكها إن ادعته وهذا صريح في رد ما سبق عنه دار لفيش القفالة وفتوايا لا عباديش بلى نا وايا قفال بو قفال وتي لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين قاله القفال وأقره الجمع ديك تيل يرى لفتاوي قفالة نقل شراوة كألي أقل فيارك كتكي تجيزك تجيز يعني أوكلوك هتا شوكا كمال اشتان خسته فنا او ساجبو لاجيما كمال اشتان لقلع انار اوكو دياليه بو اوكو تاك مالك جيهلاو دا اولي كمال اشتي لقلع انار نيو رولا اما بوتو اما ملچي تويا لدوايا باوكا كوتي بخوا من كناردو ما هربو دعايا ناردو ما نم كدو بملچي او بيبم داتوا كتاك ايشو تي كرا ولا دايا بخوم مادم لقل من اناردو تي دايا بخوم أو قصي باوكاكا سوني باوكاكا قبولة كده كبلي ولا من نم داو بخوي ومن نم قدو بمولتي خوي دي أما صريحي أو وهذا صريح في رد ما سبق عنه رد أو قصاء كاتو كبليشتر لقفال نقل ما انكرت وأفتى القاضي في من بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج لأنه إن قال هذا جهاز بنتي فهو ملك لها جهاز يا جهاز جهاز بنتي فهو ملك لها وإلا فهو عارية ويصدق بيمينه أجل فيك تكي نارت دار بعد النكاح بماري ميرت كوما لشتشي لقال نارت وكن نمت مالك أو أباوك قسيني ولا جيليه أجروتي ولا منك عارية نادومة وكم ملكاتي نمدع وقتك باش برام وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها أم خلعت خزانة ها وكخلع الملوك خلع العاجون خلع جمع خلعي خلع خلاطة هدية واتا وكو هدية باشا كان كأيدن بخلق هيك عدد وانية لفظ تعبه جناب الملك شرف صار تختك أي بوسه ملا زيد أمن بخشيبته عمر أمن بخشيبته خلاع هي ملوك إذا دابا شكله أبلي بقى شخص أنا كوا ملوك دياري كله ما أقول سلمي صدام لو تشجع آه ها باش برام إيه شنتي عدد وانية لفظ تعبه ونقل شيخنا عن ابن زياد عن فتاوى ابن الخياط
إذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه فإنها تملكه ولا يحتاج إلى إجاب وقبول. ومن ذلك ما يدفعه الرجل إلى المرأة صبح الزواج مما يسمى صبيحة في عرفنا. ما شبرام ابن زياد نقلك لابن خياطة وأجل بيارك جنينا دعي عقد اشتيتي بونات اشتيتي دافي بمجرد ورقتني بتماليكي أو جنة هناك إجابة قبول تابكا تنكي عرف عاد وانية هروها عدد ولم لورات أمانة ديال أمال الهند أبوا لبياني جنقواتنا وكا كشو جنكي قواتتو بيانكي هدي جداوة في عود من هذا بيانتو الصبيحة باش أبرام لعرف أما يعني أوي كفياو إدابة جنكي ما يدفعه إليها إذا غضبت أو تزوج عليها تزوج عليها إيش إجماع لنا وإما كشنا جدوها مني أغلي بخوابي أبيش مو مليش كي أوا بو أوا كردو أبيش بويكا أو تعزبة ملتي أو تنشو عرف عات وايا يا كاد جنكي ركي هذا سيد دياريه أدابي فإن ذلك تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها باش أبرا أفرد غلن إستر موظفة بله أو باري مرقلي خارجية كا أو أشهر أشهر أو بابو يخويت نانا بلين بو مالا بو مسرات ما خواهد زايد تلقو نيتي خوي بله أي بس يعني وليه لفظ ناك أولي أو من خارجية كان بو ولا يترى وليك جاردالي شنو جنو مرده اتفاق يبكن يقدر كافية سني همو رجب وهمو دشكي بله آفرتك أخوي لباريخ وإجلبه من على كان يكره روني تتازخه بتمانية اللي مردك يوسين تعرف عاد وعاد وتعرف عاد بل روني سبرا قيل سياره والله كيارك هاته إيران وتي خزانكي معاشكي يك مليونة أيوب أخوان لي ورا قريك ليتو لي ورا قريو ماني فنجاه زاري وبأخوان الله نمصاه زاري إذا تود السيارة بعد ما خلط أبيبو يتري يكفل سنة لا زور أملي أيوة لا يشور أقصب كافرته دري جاي مان دوامك سري مان ربي فارك وخاطر دسي مرضك أيوة تنها ظلم وعلم الله بل باش برام أهل را فإن ذلك تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها ولا يشترط الإجابة والقبول قطعا في الصدقة صدقة أبي هرتياني صدقة جائلة هدية إجابة وقبول هرتياني تؤالي ودرتي كامرها سوري وساوة هزار بنار خيط الدسي يعني إيش لازم بإجابة وقبول لازم ناكا باش برام صدقة كامية أوليك إخيت دسي محتاجة حتى أقل نيت السواب جنبي بنيتي تجي بيتي تازب وتمولتي أو يا إلي بدس دولة منيكو بلان بو دولة منك بنيت السواب آخرة دي شنك دولة منك محتاج نيكي بلان تو نيت دلخوش كرنيتي ثواب آخرة أبي تمولتي بل يكفي فيها الإعطاء والأخذ ولا في الهدية لهديشة إجابة قبول لازم هناك ولو غير مأكول باشتك مأكول جنبه ما ديش مأكول النبي وهي ما نقله إلى مكان الموهوب له هدية فرقكي لقال هباء ويا هدية وتعني توخوت أي بيبو مال فلان كذ ومال زيت أو هدية يا بكسك أبويا نيري إكراما بل يكفي فيها البعث من هذا والقبض من ذاك توبيني لو أولي بقلي إذا كافية بعث يعني ناردن أما أنا هموي أم جورة صدقة وهدية وهبة همويان سنة لنا هميانا صدقة لهميان قولتنا باش برام وأما كتاب الرسالة اعتراض اللي يقلي الله شرحك عليه أما للا جي خويني شنك تفرعني أما بحارة تفرع
بكاره يعني أم دار الدقي تحفكين نقلك ذوق وخوي لا تحفكا أما جي خويتي شو أنت كروتي بتفرع فرع على في شوهات ولا أما أو أما أو أما أو بلام يلا وش تاني وكذي دق عبارتك تحفي وخوي نقلك ذوق هذا جي خوي نية وأما كتاب الرسالة الذي لم تدل قليلة على عوده فقد قال المتولي إنه ملك المكتوب أو كتاب وانية بلى أبيت ملك المكتوب إليه بل قال غيره هو باق يملك الكاتب باق بملك الكاتب وللمكتوب إليه الاندفاع به على سبيل الإباحة من نامي يعني ربو زيت نامك دو ديار امكان السيوة أو الأوراق قشت فارغة يا بشتكي فارغة أي أو نامي من ورقك يعني حتى ورقة زور بهم بوك ويسنبو يسبرو بصدعان ورقة دولة كان دفتر لو دارين آخر الرام روان كاتوانا ورقة زور بهم بوك أي أو ورقة بيت بوكي مكتوب إليه كمن بوين يرمدو ديار امكان السيوة فهي استفادة لأولئك أنا بلي أجر عدد وابي كنجرته وبخاونا كجاري كذي نبيت مرشي أو باشا ملام متولي أنا نابت مرشي من كان يلم زيد نابت مرشي زيد ملام زيد بوي هيا سودي دور بجري بناء على إباحة في جم إباحة يوم كده وتصح الهبة باللفظ المذكور بلا تعليق فلا تصح مع تعليق كإذا جاء رأس الشهر فقد وهبتك أو أبرأتك ولا مع تأقيت بغير عمراء ورقبة عمراء ورقبة لحديثها هاتوا عليه هذه لك عمراء ورقبة يعني مدة عمرك ومدة دوام رقبتك أو هاتوا لحديثها أو قينا أجل أو مانو جعل وهر شرط دابن لبوه يبو إبراء نروزني ناب شرط يبو دابن يبو إبراء باشرا شن شرط تعليقه تعليق إيش أمش تعلم منجز ناب تعليق كتابي أجل أنتي تفسدس أجل سري مانهاو من أمن بخشي وبتو أو نروزني فإن أقت الواهب الهبة بعمر المتهب متهبة بلى كوهبتك وهبت لك هذا عمرك أو ما عشت صحت وإن لم يقل فإذا مت فهي لورثتك كابراء عليه زيد بعمر عليه تاتو ماري أما بوتو باش أبرام أو الدروسة فنش أمبر عمر ورقبة كأكري يعني أو أقريتو هربو خوي حتى أقريت نجري كاتب مردي بورسك هل كمل بورسك يبي أم نجله هل بورسك يبي وكذا إن شرط عودها إلى الواهب زيد بعملي وتي أم كتابة أم أرزبوتو تعالى جانا معي كمردي بقرته بو خون أو بتعلى رقصة ناقرته بو خوي بل بلكو ياوتي مردي بقرته بو وارثة كم ناقرته بوي فلا تعود إليه ولا إلى وارثه لأن خبري الصحيح لأن خبري الصحيح دل باري عمر رقباهاته باشر الهمكاب ويكسر لزيدة وزيك دائب عمر لعمر ونقل به بوارثك هل سنجوتي تاتو مايو لحياته ياوتتي كتو مردي بغرده بوخوم يا بوارثك لا غرده ويلغو الشرط المذكور باشر فإذا أقت بعمر الواهبي أو الأجنبي كأعمرتك هذا عمري أو فلاني لم تصح اگر خوي كربهين وتي تامن ماوم زيد بعمر تامن ماوم اما بوتو يا تا زيد بعمر شتك دا بعمر على تا خالد ماو اما بوتو اجنبيه كخاتك كايو او قسان او هنا هر بتاو بلد هر دروزنية او هدي او هبه دروزنية يعني نابل ولو قال لغيره أنت في حل مما تأخذ أو تعطي أو تأكل من مالي فله الأكل فقط لأنه إباحة أجل أقصى عليك زيد بعمري وتبرع أعزاب أنت في حل يعني أعزاب
آزاد بچی ورگری چی بیلو مالی بنا چی بخشی چی اخوی تنیا اکلی بو هی چون چی ناکلی دستی دیو خواب چی تالانی که هم دا بخلق او ناکلی تنیا اکلی بو هی بو یشتی دیو خواب چون چی اما اباحی اباحی که گو بو اکل فقط و هی تصحو بمجهولی اکل بو مجهول دروسا بدلیلی اوی ایسان زید بیت میوانی عمر يا عمر نانك يبو دانا ولا سلسفرك خو بينوتو أبيتو نان زيادة النخوي لقال دوب القوشتا آيا ميوتوها كالسفرك دانا إتن مباحة كان يجي أخوا بيخوا لكاتك زيد سفرك يبو عمر دانا عمر نازاني مثلا زيد نازاني عمر كانيك أخوا دي بوشي هي تابخوا تابتواني بخوا مثلا تتعدانك أتياري وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك عليه مثلا لهزار دينار طبعه يلا ربع شي طبعه كأقل متمولة كأكبره أزاد بتاع دفتر دولاري تلا ودرنات إذا خرزي إما أي يعني أوصل لايك ما كي بقدي أوصل لايك زوري كشي بقدي باش برام بخلاف الأخذ والإعطاء قاله العبادي ولو قال أقلوتي وهبت لك جميع مالي أو نصف مالي صحة إن كان المال أو نصفه معلوما لهما أبي هل بشان أو مال بزان مالك شنك ياني وكي شنك وإلا فلا أقلني أبزاني يا إيجي جاني زاني أو أوهي بيدرزني وفي الأنوار لو قال أبحت لك ما في داري أو ما في كرمي من العنب فله أكله دون بيعه وحمله أنا برو ما من مالك خوم بو حلال كندي يعني وين مالك أجر معلوم بو بهاد مشان أو دروسه معلوم نبو دروزنيه باش برام لا أنوار اشتكاته ولا أجر زيد وعمري وتو تبرو من مالك خوم بو تو حلال كندي أو إلى خانه كما يبو تو حلال به أو إلى هنا كما يا ميو كما دار ميو يعني دار تري برو بو تو حلال به أو تنیا اکلی بوه نه تو آن لیب فروشه یا حالی که بین تو با مال و بیو با خالتی تر مطعم هولی خیلی بخویه بیه خالت تو لیب خالت تو و تقتصر الاباحة على الموجودی ای عندها في الدار اباحة که بس شمولی آنا که لو کاتا کزید بعمری تو برو تو لتری که من خو لباحة که من خو ابی او تری با حلاله که بدرخت کو بودم کاتا اگر شتیش تازه به تکای و دوای او می حلال نی. اول هنچی در زیارت رو داره هنچی وجب وجب داره کاولیه کرده تو. باشه برام ولو قال أبحت لك جميع ما في داري أكلا واستعمالا ولم يعلم المبيح الجميع لم تحصل الإباحة عليه زيد وعمر عليه اويك هتشي دخانه كما هي برو بیشی خوب بکاریشی بینه بلام کبرای مبیح که زید خویتی نزنه چی ده مالکه یه هیه و نزور نزنه لو کاتا اباحه که دروز نبیه و تا بوینیه لیب خواه و جزم بعضهم ان الاباحه لا ترتد بردی اگر زید به عمری ود ودی برو مالکه من بو تو حلال به عمرو تی ولا من مالی تو منعیو حلالی مکبور رد نبی تو برد وشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها فلا تصح هبه المجهول موهوب كابي عين بك دروز به بفروشري كابوشتي مجهول هبه ناكله من نختي فارن باخر ما بس نازلم شنده بيد بخش بتو دروز نيه باش ابراهيم وقد مر انفا جارة هبه مجهول وكبيع مجهول وبيع مجهول دروز نيه وكرامان لموكش باس مانكت بخلاف هديتي بلام بهدية بيان بيش نجزان سنكها دوس وصداقته يا بخير بيدن بخلق
فتصحاني فيما استظهره شيخنا بوشتي بجوري دروس وكو شيخ مان بظاهر دانا ديار بس ابن حجر وتصح هبة المشاع كبيعه شتي شريكي دروسة بتو زيد عمر شريكا زيد بشكيخه هباء كابك شريكي بلت يكالي شكت يكالا بيكو دروسة كبيعه وكتون بيع دروس بو ولو قبل القسمة باب يجدع بشكل نجبه سواء وهبه للشريك أو غيره ببخش بشريك كيخوي يا بغير الشريك كي هل دروسة كهيبتي بلا وقد تصح الهبة دون البيع لهند حالتها هبة دروسة بلا بيع دروزنية كهيبتي حبتي بر دودن الجنم دودن الجوع البخش دروسة بلا لبيع دروزنة سنتيجتي بقيمتها من جوانحه من المحقرات لشتشوك كان وجلد نجس على ها وجلد نجس على تناقض فيه بيس خوشتي بيس نابروش لي ولان بيس تكي بيس اشتاد باهن اكراهو بيس شا دروسة يباب كده بكسو كتير هلشن خلافي تيه مسألة وفي الروضة على تناقض فيه في الروضة نكتب الروضة وكذا دهن متنجس هو رونك في ذنوبه خويت الناتوان ما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.